بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دقائق قليلة هتكلم عن الجروبز اوف دراجز اللي بتستخدم كأنتي ديبريسانس. هي بتستخدم في علاج الدبريشن، في علاج الانكزايتي، في علاج الاو سي دي، وممكن تستخدم في علاج ميني ديسوردرز خارج نطاق السايكايتري. اول جروب في الدراجز اللي بتستخدم كأنتي ديبريسانس ومن الاولد جروبس اللي هي المونو امين اوكسيديز انهيبيتورز. عندي الفينالزين، الايزو كاربوكسازايد، الترانايل سيبرومين، الميكلوبيمايد والسيليجلين. وفي منهم جروب زي السيليجلين مثلا بيستخدم في علاج الباركنسونز ديزيز، ولكن في منه ترانسديرمال باتش من السيليجلين بتستخدم في علاج الدبريشن. الجروب الثانية تراي سايكليك انتي ديبريسانس دراجز زي الامتريبتالين والامبرامين والديسبرامين والنورتريبتالين والكلوميبرامين والترايميبرامين والبروتريبتالين والدوكسيبين، ودي بتستخدم في المانجمنت اوف ديبريشن، ممكن تستخدم في المانجمنت اوف بين، ومنهم الكلوميبرامين بيستخدم في المانجمنت اوف انيوريسيز. الجروب الثالثة السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز، ودي جروب كبيره وبتستخدم بكثره. فيها الفلوكسيتين، السيرترالين، الباروكسيتين، السيتالوبرام والايسيتالوبرام والفلوفوكزامين، ودي اكثر جروب بتستخدم في السايكايتري. سيروتونين اند نور ادرينالين او نور ابينفرين ري ابتيك انهيبيتور. عند الفينيلا فاكسين والميتابولايت بتاعه الديس فينيلا فاكسين والدولوكسيتين والنيفوبام، ودي بين كيلر، سترونج بين كيلر، النيفوبام ده سترونج بين كيلر، الميلنا سيبرام والليفو ميلنا سيبرام. الجروب اللي بعد كده نور ابنفرين دوبامين ري ابتيك انهيبيتور، فيه منبر واحد اللي هو البابروبايون اللي هو الويلباترين اللي كان موجود واصبح مش موجود. سيلكتيف نور ابينفرين ري ابتيك انهيبيتور. عندي الروبيكسيتين والفيلوكسازين والتينيلوكسازين والاتوموكسيتين. الاتوموكسيتين ده بيستخدم في علاج الاي دي اتش دي، اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي سيندروم. سيروتونين ريسبتور انتاجونست with serotonin reuptake inhibition زي الترازودون والنيفازودون والفوروتوكسيتين. والترازودون ده بيستخدم في علاج البريماتيور ايجاكيوليشن. سيروتونين 5 هيدروكسيتريبتامين 1A اوتو ريسبتور بارشيال اجونيست with serotonin reuptake inhibitor ده اللي هو الفيلازيدون اللي هو الاس بي اي ار اي الفيلازيدون. الجروب التاسعة هي نور ادرينرجيك الفا 2 ريسبتور انتاجونيست with سيرتونرجيك ريسبتور 2 اند 3 انتاجونيزم، اللي هم عندي تو ممبرز مرتزبين والمينسرين. الجروب العاشره هي ميلاتونيرجيك اجونيست اند سيلكتيف سيرتونيرجيك انتاجونيست اللي هو فيها ممبر واحد اجو ميلاتين. الجروب رقم 11 اتيبيكال انتي سايكوتكس ذات اكزيبت ويك دي 2 ريسبتور انتاجونيزم with potently strong 5 hydroxytryptamine 2A and 2C receptor blockade، ودول بيعملوا weight gain لانهم بيعملوا blockade ل 2C 2A and 2C.
عندي 6 ممبر في الجروب دي اللي هي الأولانزابين، كوتايابين، ريسبيريدون، لورازيدون، أربيبرازول وبريكس بيبرازول وبريكس بيبرازول. ودول بيعملوا زي ما قلنا بيعملوا ويت جين، ما بيستخدموش كفيرست لاين في تريتمنت اوف ديبريشن او او سي دي او انكزايتي، لا دول بيستخدموا كاد اون مع الاذر جروبس. هم بيستخدموا طبعا هم انتي سايكوتكس. الجروب اللي بعد كده او الجروب الاخيره هي نمدا ان ميثايل دي اسبارتيت انتي جلوتامرجيك ايونو ريسبتور بلوكرز ذات اكزهبت direct action on the excitatory glutamergic neurotransmission system. اللي هو عندي الكيتامين اللي هو بيستخدم في علاج الريسيستنت ديبريشن، والرايلوزول اللي هو بيستخدم في الاساس في علاج الاميوتروفيك لاترال اسكليروزيس. وبكده يبقى كلامنا عن كل الجروبس اللي بتستخدم كانتي ديبريشن انتهى، قلناهم كانوميريت. إن شاء الله في لقاءات بإذن الله هنتكلم عن كل منبر فيهم بنوع من التفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.